بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، معالي السيد محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، معالي السادة الزملاء من الوزراء، الضيوف الأعزاء من دولة الإمارات العربية الشقيقة، السيدات والسادة الحضور الكريم، نلتقي اليوم في حدث متميز في طبيعته، المناسبة التي نحتفل بها متميز أيضاً في حضوره ومتميز في نظرتنا لمستقبل واعد ينتظر مصر والإمارات معاً، حيث نشهد اليوم الاحتفال بمرور 50 عاماً على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الاحتفالية التي تعقد برعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية، والذي كما سمعنا عبر بكلمات صادقة من القلب عما يشعر به كل مصري من مشاعر الود والأخوة تجاه أشقائه في دولة الإمارات الغالية التي تحتل مكانة عزيزة في قلوبنا جميعاً، وهي نفس المشاعر والرسائل المعبرة التي غلبت على أقوال الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الخالدة عن مصر، والتي وصفها بأنها القلب بالنسبة للعالم العربي، والذي إذا توقف فلن تكتب للعرب حياة، حتى إنه أوصى أبنائه بأن يكونوا دائماً بجانب مصر. وأرى أن هذه الاحتفالية هي خير ما يجسد مشاعر المحبة والود التي تغلف هذه الوصية على أرض الواقع، فهي نفس المشاعر التي تملكت قلوب وخواطر المصريين الذين توافدوا على مدار الأجيال للمساهمة في إرساء دعاهم النهضة الحديثة لدورة الإمارات جنباً إلى جنب مع أشقائهم الإماراتيين. ويشرفنا اليوم تواجد السيد رئيس مجلس الوزراء بيننا لنرحب بهذه الصحبة الكريمة من أشقائنا من دولة الإمارات العربية المتحدة، أبناء وأحفاد الشيخ زايد الكرام في بلدهم الثاني مصر، وهي القلب العربي النابض الذي يتسع دائماً لجميع ضيوفه الأجلاء من دول الوطن العربي أجمع. ويأتي انعقاد هذه الاحتفالية تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد، يجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الحكومتين والشعبين الشقيقين، وهو ما لمسناه من خلال ما شهدته الأيام القليلة الماضية من حرص الجانبين على تنظيم فعاليات رياضية وسياحية وثقافية مشتركة متنوعة تتكامل في مضمونها والرسالة التي تبعثها إلى العالم، مع مستهدفات الفعاليات الرسمية التي تشملها الاحتفالية، وعلى رأسها انعقاد منتدى اقتصادي يضم جلسات متنوعة تتناول أبعاد الشراكة الاقتصادية المتكاملة للعلاقات المصرية الإماراتية والمزايا التنافسية التي تتيحها البيئة الاستثمارية في البلدين وآليات تعزيز الاستدامة في القطاع المالي والمصرفي من واقع التجارب المصرية والإماراتية الناجحة في هذا المجال، وعرض نماذج لقصص نجاح أبرز المستثمرين المصريين في الإمارات وقصص نجاح الشركات المصرية الإماراتية الرائدة في مصر، بالإضافة إلى استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في البلدين والتأكيد على محورية دور مصر الإقليمي كمركز لوجستي شامل لجميع الخدمات في المنطقة، والتعرف على آفاق التبادل الحكومي المعرفي لتحقيق تقارب ثنائي بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للبلدين. وفي إطار استضافة جمهورية مصر العربية لقمة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 لعام 2022 في مدينة شرم الشيخ في الفترة في نوفمبر 2022، وفي ضوء توجه الدولة المصرية لتعزيز جهود الاستدامة البيئية والتعافي الأخضر في مصر والدول الأفريقية على حد سواء، يتناول المنتدى الاقتصادي الاستعدادات التجارية لقمة مؤتمر المناخ، وهي القمة التي ستعقد دورتها التالية في دولة الإمارات الشقيقة، بما يعكس الثقل الإقليمي والدولي للبلدين وتبنيهما للقضية الفاصلة في تاريخ الأمم الناهضة وما تمثله كل منهما عن امتداد وانعكاسات لنجاحات الأخرى، حيث ستأتي الدورة التالية بإذن الله لتبني على ثمار نجاحات ونتائج القمة الحالية بما يضمن استدامة ما تحقق من مكتسبات غالية للعالم أجمع بخصوص قضية هامة، وهي قضية التغير المناخي التي بادت تهدد النهضة التنموية لكافة الدول، حيث يجتمع القلب الواحد الذي يجمع البلدين الشقيقين الرغبة في العطاء وتسخير الجهود لضمان رخاء العالم ورفاهته
وضمان حقوق الأجيال القادمة في التنمية المستدامة. يضاف إلى تلك الفعاليات تنظيم ملتقى ثقافي إعلامي في اليوم الثاني للاحتفالية، يضم جلسات تتناول تاريخ التعاون الثقافي بين مصر والإمارات وترصد العلامات المضيئة على طريق التعاون الإعلامي المصري الإماراتي كنموذج استثنائي للتعاون الإعلامي المتميز على مستوى الوطن العربي، ختاماً بتسليط الضوء على أهمية وتاريخ العلاقات الرياضية بين البلدين. وقد حرص الجانبين على اختتام هذه الاحتفالية بتنظيم فعالية فنية ضخمة تعبر عن أهمية الإرث الفني المتجدد لتعقد في معلم تاريخي مصري عالمي يجسد مهد الحضارة الإنسانية. السيدات والسادة الحضور الكريم، تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها تمثل نموذجاً استثنائياً للعلاقات العربية العربية. نجح في الصمود في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى المنطقة العربية والعالم أجمع، حيث كانت دولة الإمارات العربية الشقيقة من أوائل الدول التي ساندت مصر في أكثر اللحظات التاريخية الفارقة في تاريخها المعاصر، في بادرة عكست ما كشف عنه أيضاً الوثائق التاريخية من امتداد مشاعر القومية العربية التي جمعت بين زعيم الراحل جمال عبد الناصر والشيخ زايد آل نهيان، والتي دفعت الراحل الرئيس ناصر لتأييد حلم زايد في اتحاد السبع أمارات معاً لتصبح الإمارات العربية المتحدة التي نراها متلألئة في سماء العرب العربي اليوم، وهو ما أثمر أيضاً عن حرص البلدين على التنسيق والتعاون المستمر بما نتج عنه تطابق الرؤى بين القيادة السياسية الحالية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسمو الشيخ زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حول مختلف نتج عنه تطابق الرؤى حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية التنموية. فهناك تحديات مشتركة تؤثر على جهود تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يدفعنا لاستهداف تعزيز أواصر هذه الشراكة الاستراتيجية المتميزة وتحقيق الاستفادة القصوى من فرص التعاون الواعدة المتاحة خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين. وفي هذا الإطار جاء حرص الحكومة المصرية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على استمرار التعاون مع دولة الإمارات العربية في مجال تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والابتكار والتميز، بما يدعم كفاءة مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات وتصميم المشروعات التنموية المختلفة. تكللت جهود الجانبين بإطلاق جمهورية مصر العربية جائزة مصر التميز الحكومي عام 2018 تحت رعاية كريمة من السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى نقل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات، ونستعد بإذن الله لإعلان نتائج دورة جديدة من الجائزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كما شملت مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين إنشاء مجموعة من مراكز خدمات مصر، والتي ستشهد افتتاح أولها في مدينة أسوان قبل نهاية هذا العام، بالإضافة إلى الإنجازات المتحققة في ملف بناء القدرات الحكومية وتعزيز ثقافة الابتكار والتوجهات الاستراتيجية لاستشراف المستقبل. يأتي أيضاً في إطار أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الرغبة المشتركة في التوسع في إطلاق الشراكات الاستثمارية الواعدة التي تعكس ما تتمتع به الدولتين من إمكانيات ومزايا تنافسية ينبغي العمل على تعظيم الاستفادة منها بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، وهو مثل نقطة الانطلاق لتأسيس منصة استثمارية مشتركة تحت مظلة البروتوكول الموقع في نوفمبر 2019 لضخ استثمارات مشتركة بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وشركة أبوظبي القابضة لتنفيذ مشروعات اقتصادية. أجمعنا الشراكة الصناعية التكاملية مع كل من الأردن والبحرين لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في خمس مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والمعادن والبتروكيماويات، التي جاءت لتدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتي لم تتأثر من جراء الأزمات التي يشهدها العالم، حيث عكف الجانبان على بحث عدة مشروعات وفرص استثمارية في قطاعات مختلفة تحقق مصالح الدولتين. سيدات والسادة، في ختام حديثي أود التأكيد على حرص الدولة المصرية الدائم على استمرار التعاون والتنسيق المثمر والمتميز مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، ترسيخاً لدعائم التعاون التنموي الوثيق بين الجانبين. أتوجه بالشكر لكافة الجهات المعنية ولجميع القائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذه الاحتفالية. أتمنى لجميع الحاضرين التوفيق والنجاح، ولدولتينا الشقيقتين مزيد من التقدم والازدهار، وأن تمثل هذه الاحتفالية
علامة فارقة في تاريخ العلاقات الثنائية، وأن تؤسس لمرحلة جديدة أكثر تميزاً وأكثر عمقاً في العلاقات بين البلدين. نحتفل اليوم بالعيد 50، ولكننا نوصي الأجيال القادمة بالسعي لاستدامة هذه العلاقات، وأن تشهد السنوات القادمة الاحتفال بمزيد من الإنجازات ومزيد من العلاقات الثنائية المتميزة الفريدة. أشكركم، أتمنى التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.